الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لطائف المعارف، البرنامج الذي أردنا به أن نشبع فراغات الروح التي يعانيها الإنسان المعاصر، والترقي في مراقي وكمالات الإيمان الذي يضبط السلوك. وغرضنا بذلك إحسان الصلة بالله تعالى، وأردنا بذلك أن نقوي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ذكرا وشكرا وتمجيدا وثناء وحبا وترقيا في كمالات ومراقي ومدارج الطاعة والعبادة. وكنا قد تحدثنا ووقفنا عند حقائق التوبة، وما زلنا عند حقائق التوبة، لأننا أسلفنا أن التوبة بداية لسلوك الطريق القويم، وأن التوبة أيضا نهاية للوصول إلى الله جل وعلا. وما من أحد إلا وهو يحتاج إلى التوبة، والسبب أنه لا عصمة لأحد. لو أن شخصا توقف وقال أنا الآن لن أعصي الله عز وجل وسوف أكون طائعا له مدى العمر إلى أن ألقى الله، نقول له كذبت، وذلك نوع استدراج ومكر بك، لو أنك كان هذا مفهومك. لماذا؟ لأنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل. وحتى الأنبياء والرسل كانوا يتوبون، يتوبون ليس من المعاصي والذنوب، يتوبون من شفافية نفوسهم ومن مصداقيتها العالية عند الطاعات، لأنهم يرون أنهم قصروا في طاعة الله، ومهما فعلوا فإنهم لن يؤدوا حق الله تعالى، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، من حقائق التوبة المهمة أن للتوبة نظران، وهذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية، نظران: نظر إلى عظمة الله بعظيم ستره وعظيم عفوه وعظيم إحسانه إلى خلقه، ونظر إلى العدو الذي جرأك على المعصية، ومن ذلك النفس والشيطان. وسأذكر لكم هنا قصة بديعة ذكرها العلامة ابن القيم في مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا عبد الله 60 سنة ثم عصاه، وجعل يزدر في غيه 60 سنة أخرى، وثم عجز عن ذلك. يعني وصل زي ما بيقولوا أهلنا، وصل المعصية حدا 60 سنة عاصي، وقف قال أنا أسوي شنو؟ قرر أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لكنه اعتقد أنه سيجد الباب موصدا، لأنه لن يقبل منه بعد ذلك وقد عصى كل هذه المدة. فجلس حائرا، فرأى منظرا عجيبا، ساقه الله إليه، لأنه رأى طفل يتشاجر مع أمه. أمه جرت خلفه تتوعده وتتهدده، تقول له أصبر، زي ما بقولوا أهلنا، الليلة بكسر رقبتك، الليلة بتمش وين؟ بتمش مني وين؟ الولد جرى، الطفل جرى، الأم أغلقت الباب ودخلت. الولد ما عنده محل، حامل حلة دي زول بيقبل ما فيه، ولو قال لهم أمي مشاكل أنا كحيرجعوا. قام الولد صرف، جاء لقى الباب مكفول، خشي أن يطرق الباب، خشية أن تحقق الأم وعيدها، قام رقد جنب الباب. الأم بدافع الأمومة والحنان خرجت تبحث عنه، لقيته جنب الباب راقد والتراب يتملى عليه، والراجل بيعاين، باقي لك بتدقه؟ الإجابة لا. أخذته إلى أحضانها وضمته إلى صدرها وقالت: أي بنية،
أما علمت أنه لا ملجأ لك إلا إلي؟ أي بني، أما علمت أنه بالرغم من وعيدي لك أني أحبك؟ وقف الرجل الصالح وقال: عبدتك 60 وعصيتك 60 ولا ملجأ لي ولا منجأ لي إلا إليك، اللهم فاقبلني. ولله المثل الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي هوازن: أتظنون هذه بطارحة؟ امرأة أخذت طفلها وجعلت تلقمه ثديها، قال: أتظنون هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لذلك لما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، قال: والله ما عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا من عظيم فقه السلف في باب التوحيد وفي باب الأسماء وباب الصفات، نظر إلى الله ونظر إلى النفس وضعفها ونظر إلى الشيطان باعتباره عدو. بعد ذلك لابد من النظر إلى أمور. الشيطان ماذا يريد منك؟ يريد الشيطان أن يضلك. وركزوا معي أحبتي، ركزوا معي بالله، اللي عنده موبايل يخليه، والقاعد يدوس في الموبايل بتاعه يلعب به وكده خليه لو سمحت، بس خليك معي، ركز معي شوية بس لو سمحت. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: للشيطان حبائل وللشيطان عقبات 6 يوقع بها ويضعها أمام ابن آدم. وأول العقبات الشرك بالله. أول عقبة يريد الشيطان أن يضلك بها هي عقبة الشرك، وذلك أحب إلى الشيطان لما يعلم من أن الله لا يرضاه وأن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يوم القيامة. من مات عاصيا على توحيد كان تحت المشيئة الإلهية يوم القيامة، إما أن يغفر له وأن يعفو عنه ويدخله الجنة مباشرة، وإما أن يدخله النار ولكنه لا يخلد فيها بسبب التوحيد، فدخلها بالمعاصي وخرج منها بالتوحيد. وإما أما من مات يشرك بالله فإن الله لا يدخله الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكلام منتهي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك، والشرك موجود، ومن أعظم صور الشرك، وهذا أعظم باب للشرك، تقديس البشر، تقديس البشر، وسوف نتحدث عنه في حلقات قادمات في باب أوسع هو باب التعلق بغير الله. التعلق بغير الله كثير، ممكن يكون مال، ممكن يكون ولدك، ممكن يكون زوجتك، ممكن تكون شهوة، لكن الشرك بالله سببه الأول تقديس البشر، وليس سائر البشر، البشر من الصالحين. يعني عبد قوم عيسى عليه السلام فكفرهم الله. عيسى عليه السلام نبي، خلي نشوف الليزر الثاني كويس. فالتقديس الشديد، وهكذا يقول تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. العقبة الثانية: إذا نجا من الشرك أوقعه في البدعة، والبدعة كما قال غير واحد من السلف سفيان الثوري وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعصي وضميره يؤنبه ونفسه قلقة ويرجو أن يتوب، أما المبتدع فإنه يرى نفسه عابدا ويرى نفسه بالبدعة إلى الله متقربا وطائعا، ولذلك لا يفعل البدعة وهو متألم، يفعل البدعة وهو فرح. وهؤلاء ينطبق فيهم قول الله جل وعلا: وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا. وقوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة، صفة مدح، عاملة ناصبة صفة مدح، تصلى نارا حامية، إما لرياء وشرك وإما لبدعة وخرافة. فبالتالي البدعة، فلو أن العبد تجاوز عقبة الشرك والبدعة أجلب عليه الشيطان بالكبائر، يسعى لأن يوقعه في الكبائر. ولابن القيم قاعدة في لطائف المعارف يقول: الكبيرة إذا قارنها استعظام وحياء نزلت منزلة الصغيرة، والصغيرة إذا قارنتها أو اقترن معها جرأة نزلت منزلة الكبيرة. وهذا مفهوم كلام سلفنا: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الكبيرة، وابن القيم يقسمها إلى كبائر ظاهرة وكبائر باطنة. الكبائر الظاهرة: الزنا وشرب الخمر والقتل النفس والسحر والكفر، كل ذلك يدخل فيها. أما الكبائر الباطنة كالرياء والكبر والحسد والعجب والغرور واحتقار الخلق وازدرائهم وإلى غير ذلك من الكبائر الباطنة، فلو نجا من الكبائر شغله بالصغائر، بالصغائر يجعله يأتي الصغائر ويهونها في عينه. أقول يا أخي ما صغيرة، بما صغائر، صغيرة تعصي بها من؟ تعصي بها لا تعصي بها تعصي بها تعصي بها يعني رب العباد، تعصي بها ربك. حتى قال بعض سلفنا: لا كبيرة ولا صغيرة، كلها كبائر باعتبار عصيان الله عز وجل، ولكن الصواب أنها تقسم إلى صغائر وكبائر من منطلق معين. فلو أن العبد نجا من الشرك والبدعة والكبائر والصغائر، تخيل زول لا يعمل كبائر لا صغائر لا مبتدع ولا وقع في شرك، لا يتركه الشيطان، يأتيه من باب التوسع في المباحات. وقاعدة من قواعد تهذيب النفس والسلوك والتقويم لها، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المباحات والانشغال بها ليست معصية، لكن يكفي أنها تفوت الأرباح والمكاسب والمنازل العالية. يعني انشغالك بها يفوت عليك قربا من الله عز وجل. وسبق أن ذكرنا في حلقات ماضية من لطائف المعارف قول العلامة ابن القيم: لو أنك عبدت الله 1000 سنة ثم التفت عنه لحظة لكان ما خسرت في اللحظة أعظم مما كسبت في 1000 عام من العبادة. ولو أن شخصا نجا من هذه العقبات كلها، يأتيه الشيطان من باب شغله بالمفضول عن الفاضل. شخص يريد أن يقرأ القرآن، مصر على قراءة القرآن، يأتيه الشيطان ينقله ليقرأ كتابا إسلاميا أو مجلة إسلامية، مع أنه ما حرم بل كسب أجر، لكن ما حيكون مثل أجر القرآن، لأن القرآن لا يعدله شيء. فكون نقلك من الخير الكثير الخير الأقل، هذا ما يعمل به هو أصلا ما دار تعمل خير، لكن كان أصريت بيخليه تقلل الخير ده. وذلك مثل القصة التي رواها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أن شيطان مر على قوم يذكرون الله تعالى وهم في أنس واجتماع، فأراد أن يفضهم فما استطاع، فمر إلى قوم بالقرب منهم من أهل الشر والفسق والفجور، فأغرى بينهم عداوة، قامت مشكلة. فلما رأى هؤلاء أهل الخير، لما رأى الصالحون هؤلاء يقتتلون، قاموا إليهم ليحجزوهم، ثم حجزوهم ولم يعودوا إلى جلستهم. فأوصلهم الشيطان إلى ما أراد بهذا الطريق الملتوي. فبالتالي هذه هي العقبات
التي يشتغل بها عدوك ضدك، وأنت ينبغي أن تكون عارفا لطرائق عدوك. والله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول تعالى: والله أعلم بأعدائكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الشيطان عدو، والنفس سبب دخول الشيطان إلينا، لأن الشيطان يتتبع النفس وانحرافاتها، ويتتبع النفس وتعقيداتها، وعبرها يفسد من أراد أن يفسد. فلو وجد عالما لا يفعل المعاصي والشبهات، جاءه الشيطان من باب الفخر والتعالي والكبر بعلمه، وهكذا يوقعك بشتى السبل. ولذلك قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: تلبيس إبليس على العلماء، تلبيس إبليس على الزهاد، تلبيس إبليس على العباد، تلبيس إبليس على الفقهاء، يجعل الفقيه مجرد أكاديمي ينظر في الكتب والنصوص ويطابق الواقع دون أن يكون عنده روح الفقه وروح المقاصد، ودون أن يستوعب الكليات الجامعة والقواعد العظيمة. وهكذا يأتي للعابد من باب العبادة ويمنعه عن التعلم، عبدت الله ما لكم على الكتب والقراية، فيعبد الله بجهل ويزداد بذلك من الله بعدا. يأتي الزاهد فيلقي في نفسه أنه زاهد فيتعالى على الخلق، فيزهد في المال ولا يزهد في الثناء ولا في الشهرة ولا في النفس. ويأتي إلى العلماء فيجعلهم علماء ويقللهم في جانب العمل ويضعفون عند جانب العمل. ولذلك هي دعوة، إذا أردنا أن نتوب أن ننظر إلى عظمة ربنا وأن ننظر إلى عدونا، وبين النظرين تتولد استقامة التوبة، وليس مجرد التوبة، تستقيم التوبة بذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.